باسكو غالي وحنا شاريناه غالي. نيمار، لاكوست والزعيم هي أسماء لأضاح أطلقها عليها أصحابها للدخول بها في المباراة. ناري ناري كان مع من جاي. شايف يا رجل طيب الأكراد. وأنت جاي واحد داخل فاضل ما تضمنش غير في الساحة. الحمد لله. حرام ده. الله الله. والله يعاونكم. اجي ندخل. دابا تشي فرقشوه. اللي قادوا لهم. تشي نقشوه. اه. غادي ندخلو. قاد لهم فرقش باش من يطوال لهم ما يعواش. اييه. دابا تشي فرقشوه. داخل داخل. غادي تفرقشيه هنيت. حنا خويا عملية مهمة حتى تبعيم تتبقى تدور العملية ديال التفرقيش. ضروري في اي بهيمة خاصها. سبحان الله بحال السيك هذا سيكاتور مباشر سيكاتور هي طريقة المثلى التقنية وهاد الفيرما تسهروا عليها تقنيين وطيبة بياطيرة وكل شيء تيتخلص كل شيء عايش مع هاد البركة تبارك الله اللهم لك الحمد كبير وصغير اخويا الحاج هاد الفئة السلالة ديالها ديال السردي لا واش جنوي ولا لانو لا هادو كلشي الفحوله تبارك الله هادو كلهم فحوله شحال يعطوا ديال الخير تبارك الله راه شد هذاك الكبيره مصطفى كل ما الصوره عطيت حتى ما له علاقه بالتنميه وشيب وشباب ها هما اجيال جوج سهران على هذا الخير خاص المواطن او الشاب المغربي يحتدي بحدوهم ودائما تتكون دائما اللي يخدم بجد راه تيوصل لواحد المراتب اللي مشرفه الحاج مصطفى باقي محافظ على الرتبه الاولى في المغرب الحمد لله لا منافس ولا كاين شي منافس هو راه كاين منافسين ولا كان والتعاطي زريعتك لا تبارك الله تبارك الله تبارك الله هاد الفحوله ما تيدبحوش تيمشوا مباشره باش يكسبوا النعجات وتيكون الخير مضاعف. بلاتي واحد القضية واحد الدليل قاطع. إيه. هاد الحاج هذا عطاني حولي. إيه. وعلى قبل الزين اللي فيه ما ذبحتوش. هو يقول لي إيوا يقول لي. إيه. كاينة. وما ذبحتوش. على قبل الزين اللي عطاه الله. الله الله. الله الله. حاج مصطفى. نعم. هذا العمر ديالو تقريبا. عنده عام. سنة واحدة. حول. مر عليه الحول. وهذا هو الفحل هو الفحل نقدر نقولوا الثمن الحاج مصطفى لا ما معليش لا يقدر الثمن عرفتوا اخوتي القصه ديال 7 المليون هذاك ديال نيجيريا والمعتين رئيس ما عنده ثمن لا يقدر الثمن سبحان الله هادو شنو نخليهم لينا حنايا حنا تنخدموا بهم باش نحسنوا السلالات ديما تكون زوينه باش يكونوا وليداته ان شاء الله بحالو تاهو ان شاء الله قاش دائما اه الخير من الفحل ايه هو مسؤول ما عليكش الفحل وتنعجه قال لك الزين بالوالدين الله عليك يعني خاص الفحل يكون مزيان والزين من الوالدين يكون مزيان والمرقد حتى هو الزين من الوالدين يلعب مع هذا الشيء طارق تم معول بكل اللي غتبقى في هذا الدومين لن وباذن الله بقينا في حياته ايه اطلق الفحل هادو كلهم فحول خويا الحاج